السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعين قناة Step by Step Together. النهاردة كان لازم نيجي عشان نهنيكم بعيد الفطر السعيد، أعداه الله علينا وعليكم باليمن والبركات. ومعانا النهاردة activity لذيذ وظريف لأصحابنا الصغيرين الحلوين، منها نراجع ومنها نتبسط إن شاء الله. وقبل ما نبدأ نصلي على النبي الأول، ويلا بينا. وبنفكركم إن احنا لسه مع letter B اللي الساوند بتاعه كان ب ب ب will has two forms اللي هما B capital and B small. زي ما كلنا عارفين، من أجمل مظاهر البهجة في العيد هي البالونز، علشان ألوانها الكتير والجميل المبهجة. فالنهاردة احنا هناخد بالونز كفريند للتر B اللي احنا لسه شغالين معاه. هنراجع letter B وبالونز، وهنتعلم how to count from 1 to 10، وكمان هنراجع الكالرز معانا اللي احنا اخدناها، ونشوف شكل النمبرز from 1 to 10. ومعانا النهاردة ب ب بالون ب ب بالون ب ب بالون. نبدأ الكويستشنز المعروفة بتاعتنا. How many balloons are there? How many balloons? Let's count. 1 2 3 4 1 2 3 4. So there are 4 balloons. There are 4 balloons. Another question. What colors are the balloons? What colors are the balloons? We have blue, yellow, green, red. Blue, yellow, green, red. أخذنا الريد لما أخذنا الأبل، وأخذنا الجرين مع الأليجيتر، وأخذنا اليلو مع البترفلاي، وأخذنا البلو مع باج. Do you remember؟ معانا بقى مفاجأة جميلة النهاردة، بقى عملنا بالونز جميلة وكتير قوي من الجلاتر، وانا عارفة ان اصحابي الحلوين كلهم بيحبوا الجلاتر، ومن خلالهم بقى احنا عملنا نمبر عشان نتعرف على النمبرز from 1 to 10. Yeah. Let's count. These are red balloons. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have 10 red balloons. The blue. Let's count again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 blue balloons. And the green. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have 10 green balloons. The last color معانا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 yellow balloons. نعمل counting ليهم more than time، ونعوده على counting from 1 to 10. ونراجع برضو. يبقى احنا كده راجعنا الكالرز ورجعنا النمبرز، وعرفنا النمبرز from 1 to 10، وهنكتب النمبرز from 1 to 10. وهنيجي دلوقتي بقى نعمل activity على letter B باستخدام البالونز الجميلة اللي احنا عملناها دي. يلا بينا. معانا B capital and B small. Do you remember? B capital and B small. Let's remember the direction. Line goes down, semicircle up, semicircle down. وB small, line goes down, semicircle down. ويلا بينا نبدأ بقى نعمل الاكتيفيتي الجميل بتاعنا معانا النهاردة. وهنبدأ نعمل sticking للبالونز على ب. واحنا بنعمل sticking نعمل برضو counting بالglue stick. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is line. This is the line goes down. فاكرين ال line goes down في direction. ونبدأ نعمل بقى معانا a semicircle up. يلا. 1 2 3 4 5 6 7 8
10. بالشكل ده عملنا line goes down, semicircle up and semicircle down. وبرده معانا again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ونعمل semi circle down بس علشان letter B small ما عندهوش semi circle up, ما عندهوش semi circle up. وبالشكل الجميل ده طبعا هنعمل sticking بالglue stick. وبالشكل الجميل ده اتعلمنا counting لل numbers from 1 to 10 وتعلمنا colors, رجعنا المين colors اللي احنا اخدناهم وعرفنا, رجعنا direction بتاع letter B capital and B small. وما ننساش معانا برضو الرايتنج, الستيب بتاعت الرايتنج معانا برضو على شكل بالون الفور لاينز, وكتبنا line goes down, semicircle up, semicircle down, B small starting from line 1, 2 and then line 3. أرجو أن أنتوا تكونوا اتبسطتوا معانا النهاردة مع letter B ومع البالونز. وعيد سعيد.